اوشن فيو، بروجي جديد بمنطقه كفرح باب كسروان، بنايه مؤلفه من شقق سكنيه مفرزه للبيع، كل طابق شقتين وكل شقه بتختلف عن الثانيه بمساحتها وبسعرها. تتراوح مساحات الشقق بين 300 متر مربع وال450 متر مربع مع منتفعاتهم اللي بتتضمن الأقسام المشتركة، الباركينج تحت الأرض، والستوريج روم يلي كمانها بتستعمل لدرايفر روم. الشقق من جوا مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز، تواليت للضيوف، مطبخ، 4 غرف نوم، 2 منهم ماستر. تراس تابع للطابق الأول وبيتميز بفيو صوب البحر والجبل. المطابخ بشقق الأوشن فيو مودرن، إلون كاونتر توب جرانايت، خزانات الخشب ضد المي وملبسين قشرة بي في سي جلوسي. تابع لإله كمان ميد روم وحمامة. بيتميز بروجي أوشن فيو بعدة أشياء: هاي إند فينيشينج والماتيريال يلي مستعملة فيه هاي كواليتي، بالإضافة لفيو صوب جبل أخضر ما بيتعمر عليه وصوب البحر. كل شقة تابع لها باركينج تحت البناية، بالإضافة لطابق زيادة باركينج تحت الأرض. ستوريج روم وجنريتر للبناية من 300 متر مربع لل450 متر مربع مع منتفعاتهم بكفرح باب، ستارتينج برايس 1700 دولار بالمتر. شقة للبيع بمنطقة بصليم المتن على الطابق الرابع والأخير من هالبناية الجديدة. شقة مساحتها 240 متر مربع، مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز مفتوحين على بعضهم بيطلعونا على بلكون لبرا. مطبخ بيتسلم حسب طلب زبون، تواليت للضيوف وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر بالإضافة لفاميلي روم بالنص. مواصفات هيدي الشقة بتتضمن شوفاج، انستليشن لسنترال اي سي كونسيلد بقلب السقف مع ديكور جبسين. طلعنا على الروف يلي يعتبر انتفاع حصري لهالشقة، مجهز بأحدث الطرق لمنع النش، ويستفاد منه لقعدة مميزة مطلة على فيو بيمتد من الجبل للبحر، بالإضافة لمدينة بيروت. تتميز هالشقة بموقعها الرايق والقريب على أوتوستراد متن السريع، 240 متر مربع ببصليم، 3 غرف نوم، 1 ماستر، 2 أندرجراوند باركينج، بالإضافة لانتفاع من روف مساحته 200 متر مربع. كل هول حالياً بالسوق للبيع ب 495 ألف دولار. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من 7 شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطة دغري على الريسبشن اريا، بلاتر خام، ديكور جفصين، مطبخ، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب كوريان مع مجلى ستانلس ستيل، له كمان ميد روم وحمامة. تابع للمطبخ كمان بريكفاست اريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية
فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4 مليون و57 ألف دولار.